استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبة بالديوان الأميري سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، وطلع سمو خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم المشاريع التي تعمل عليها، كما تم استعراض الأهداف الحالية والمستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في ضوء توجهات الدولة في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود التي تبذلها الهيئة في رفع الوعي الديني وتعزيز مبادئ ومفاهيم الثقافة الإسلامية في المجتمع.